السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أبو ياسر ماركوت النباتات الزينة الداخلية والخارجية على صفحتي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب بزرع بيتك وسين بيتك. وقبل ما نبدأ يا جماعة الفيديو، ما تنسوش الصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام والاشتراك وعمل لايك في القناة، ولا تنسوا كل ما جديد من عالم الزراعة والمشاركة مع الأصدقاء. ويلا بينا نبدأ يا جماعة. النهاردة هنتكلم عن نبات جميل داخلي الا هو الكريتون، والكريتون او الكوديوم الملون او المبركش، والاسم العلمي الكوديوم. ونبات الكريتون هو نوع من النباتات يتبع جنس الكوديوم، وهي من العائله ايفيربيا اي سي اي، وهي اكثر من 750 نوع يا جماعه. هذا النبات يمتاز باوراقه البيضاويه او السهميه الحلزونيه وتعدد الألوان، مما يزيد اختلاف ألوانه التي تشبه ألوان الطيف، مما يزيد النبات جمالا وشكل جذاب. لذا واجب الاعتناء بها لكي نحافظ على تلك الأوراق المبهجة للنظر. نبات الكريتون من أجمل النباتات الزينة الداخلية، نبات استوائي رائع، موطنه الأصلي إندونيسيا، بطيء النمو دائم الخطرة، يأتي بتشكيلة واسعة مختلفة من ألوانه وأشكاله الأوراق، ويمكن أن تكون أوراقه عريضة بيضاوية أو تشبه أوراق التين، أو طويلة أو متلونة، وبعض الأوراق رفيعة والبعض سميكة، وتأتي بألوان متعددة، أحمر والأصفر والأخضر الزهري البرتقالي، أو بتشكيلة متداخلة من الألوان السابقة وأشكال مختلفة وألوان متعددة، كلما تجدها في أنواع أخرى من النباتات الداخلية. الكرتون يحتاج إلى عناية خاصة وإكسارها ليس بالسهل، وإكسار النبات يا جماعة ليس بالسهل، والإحتياج للبيئة والجو والضوء وتعريضه للشمس. أول حاجة هنتكلم على درجات الحرارة. الحرارة المناسبة المعتدلة التي لا تنخفض على 12 درجة مئوية. أما بالنسبة للضوء فيفضل الضوء العالي، كما يفضل أن يعرض لشمس الصباح خاصة في الشتاء. الري، النبات محب للري ما عدا الشتاء فيروي باعتدال. وأما بالنسبة للرطوبة، ينمو هذا النبات بصورة جيدة في الجو الزائد الرطوبة مع الرش بالماء في الجو الحار. ما تنسوش يا جماعة الاشتراك في القناة لأن كل ما جديد من عالم الزراعة على قناتي. والعناية بنبات الكريتون، تواجه مربي هذا النبات بعض الصعوبات عند شرائه لأول مرة، فضرها داخل المشتل بألوان زاهية ورائعة وجذابة ولا يوجد به أي مشاكل، ما أن تحضره إلى البيت أو المنزل حتى تجده بعد أيام قليلة أن الأوراق ذبلت واصفرت وتساقطت، وأصبح النبات ليس ذلك النبات الذي أحضرته من المشتل أول مرة. ما السبب؟ السبب يا جماعة أن المشكلة ليست منك، فهذا الصعقة أو الصفعة في النبات الكريتون، فهو نبات شديد الحساسية للتغيرات المحيطة به من إضاءة وحرارة، فلا يجب التنقل من مكان لمكان، ما أن يتم نقله إلى مكان جيد فهو في بيتك حتى تدخل النبتة في مشاكل تسبب سقوط أوراقها، فلا تقلق من أن ترعاها بشكل جيد وضعها في مكان مناسب، فإنها ستعاد عليها وترجع أوراقها للنمو من جديد. يعني ما نقلش النبات ده من مكان لمكان يا جماعة، ولو هننقله بس بحذر على أساس إن زي ما قلت لكم الأوراق ممكن تذبل وأوراق تتساقط، فأنتوا إيه، النبات محتاج مراعية خاصة شوية. وبشكل عام إن الكريتون النبات يحب الرطوبة، كون استوائي يحب الري صيفا والاعتدال شتاء، فيجب ريه عند جفاف سطح التربة وريه عند حتى تنفذ المياه من فتحات القصيص او السندين، ومحاولة دائمة ترطيبه بالماء وخصوصا في الاشهر الحارة. التربة يحب ان تكون تربة خفيفة جيدة التصرف للمياه، وكونه سوء التصرف من اهم مسببات تساقط الاوراق وخصوصا للكريتون. ويفضل وضعه في مكان به إضاءة جيدة بعيد عن أشعة الشمس المباشرة، مع الانتباه أن الكريتون أنواع مختلفة، ولكنه معروف دائما أنه كلما زادت ألوانه في ورقة نبات زادت نبات من الجمال والحلاوة. يجب إبعاد الكريتون عن التيارات الهوائية، ويفضل العيش في جو دافئ معتدل الحرارة، ولا يفضل البرودة ودرجات الحرارة تحت 15 درجة تؤثر كثيرا عليه وتسبب سقوط الأوراق
ربما موت النبات. ده المشاكل بتواجه الناس كتيرة، ان الاوراق بتذبل وبتقع، ده بسبب انخفاض درجات الحرارة الى 15 درجة مئوية. هنتكلم يا جماعة على التسميد اخيرا. نسمد النبات السماد المتوازن مرة كل شهر او 3 اسابيع خلال اشهر الربيع والصيف. اكسار الكيروتون يا جماعة زي ما قلنا في البداية ليس بالسهل عن طريق العقل، ويجب التخلص من السائل اللبني الذي يتجمع على قواعد العقل. يتكاثر باستخدام العقل الساقية بطول من 10 ل 12 سنتي، وذلك في فصل الربيع، ويستخدم هرمون التجديد. ولو مكنش فيه يا جماعة يبقى القرفة بالعسل او بودرة تلج الاطفال عشان خاطر القلم او العقلة ما تتعفنش. وتغرس في تربة البوتموس في وعاء الصيص يناسب حجمها. ليه تربة البوتموس؟ على اساس انها تربة البوتموس تربة سريعة النمو يا جماعة. ويمكن ايضا تقاصر عن طريق الترقيد الهوائي بحيث يكشط طويلا من اخر الجزء من الساق المراد تمره بالتربة، وبعد ان يطمر يترك الى الشتاء القادم، ثم يفضل يفصل عن النباتات الاخرى. ده بالنسبة لعملية الترقيد الهوائي. التدوير النبات ده بالذات بتاع الكيروتون يحب التدوير لأسس اكبر كل سنتين، لانه من النباتات التي تستهلك كمية كبيرة من التربة. مشاكل والامراض التي بتقابلنا في نبات الكيروتون: اصفرار وسقوط الاوراق بسبب تغير المكان او سوء تصريف المياه او جفاف الجو وقلة الرطوبة. ديت من اهم العناصر بسبب سقوط الاوراق، وديت السبب ان الناس كتيرة بتسأل، ديت ملحوظة هامة. سبب سقوط واصفرار الاوراق بتاع نبات الكيروتون بسبب تغير المكان او سوء تصريف المياه او جفاف الجو وقلة الرطوبة. تحول اطراف اوراق النبات الى اللون البني، والتربة رطبة جيدة بالماء وتحتاج الى ان تجف قليلا قبل ريها مرة اخرى. بهتان الوان واوراق الكيروتون وبطيء النمو وجودتها من مكان ليس به اضاءة جيدة. واخيرا اكثر مرضا ممكن ان يصيب الكيروتون الاعشاب العنكبوتية او البق الدقيقي، فهو مرض ينتشر على اطراف برعم الكيروتون وعند وصول الاوراق. فهو مرض يسببه نوع من العناكب الدقيقة، ويتسبب في تكوين شبه شبكة بيضاء وتشوه شكل النبات، ويمكن بسهولة القضاء عليه في المنزل. المسبب لهذا وزي ما قلنا في بداية الفيديو يا جماعة، مشاكل والامراض التي تقابلنا في نبات الكيروتون، وقلنا اول حاجة ان اصفرار وسقوط الاوراق بسبب تغير المكان او سوء تصريف المياه او جفاف الجو وقلة الرطوبة. تاني شيء تحول اطراف واوراق النبات للون البني للمحترك يا جماعة. التربة رطبة جيدا بالمياه وتحتاج الى ان تجف قليلا قبل ريها مرة اخرى. وتالت حاجة يا جماعة، بهتان والوان اوراق الكيروتون وبطيء النمو وجودتها في مكان ليس به اضاءة جيدة. وهنتكلم برضك يا جماعة على الامراض التي تصيب الكيروتون، وهي العشاش العنكبوتية ومرض البق الدقيقي. وهو مرض ينتشر على اطراف براعم الكيروتون وعند اصول اوراق، وهو مرض يسببه نوع من العناكب الدقيقة، ويتسبب في تكوين شبكة بيضاء وتشوه شكل النبات، ويمكن بسهولة عليها القضاء عليه في المنزل. والمسبب لهذا المرض قلة الرطوبة المحيطة بالكيروتون، فيجب رشه دائما بالمياه حتى تمنع اكسار هذا الآفة، وبقطع قماشة صغيرة بها القليل من الصابون او الكحول، ويمكنك مسح وتطهير الاوراق. بذلك يمكن القضاء عليه بالمنزل، او زي ما بقول لكم الاستشارة بمهندس زراعي بجوار المنزل، او صيدلية زراعية بجوار المنزل، على اساس ان كل نوع في كل دولة مختلف من المبيدات الحشرية، على اساس ان بنبه في كل فيديو ان لازم نستشير المهندس زراعي او صيدلية زراعية.
ارجو من الفيديو يكون عجبكم ونال اعجابكم. ما تنسوش يا جماعه الاشتراك في القناه ليصلكم كل ما هو جديد من عالم الزراعه على قناتي ازرع بيدك وزين بيتك. ولو في اي سؤال او اي استفسار اكتبوا لي في تعليق وهرد عليكم يا جماعه. وما تنسوش المشاركه مع الاصدقاء. ومع تحياتي ابو اسر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.